القادمة كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني الجديد لفريق الشباب بالنادي الأهلي المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة. لما يكون عندك هذا الكم من الخبرات بيكون موجود في قطاع من قطاعات الناشئين، ده شيء إيجابي للغاية. عايز أقول لحضراتكم إن قوة فريق أياكس، قوة فريق برشلونة، وقوة فريق بايرن ميونخ كانت من قطاع الناشئين دائما وابدا. قطاع الناشئين العمود الفقري للانديه اللي عايزه تكمل في مشوار البطوله، ودي حاجه مهمه جدا ان انت تحط خبرات تقيله في هذا الامر وفي هذا القطاع. برضو عايز اقول لحضراتكم ان هيبقى في اجتماع ما بين الكابتن محمد فضل والكابتن عدل القيعي، ولكن الاول طبعا بنبارك ليه نجم النادي الاهلي السابق طبعا كابتن محمد فضل. كل سنه وانت طيب ابو كباتن والف مبروك. وحضرتك طيب، ويعني ميرسي جدا، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير، ورمضان كريم عليكم وعلى الناس كلهم وعلى جماهير النادي الاهلي. كابتن فضل واحد من النجوم والمهاجمين الكبار، واحد من الشباب اللي الصراحه توجه الدوله الان بقوه الشباب ونموذج صراحه يحتذى به في كل المجالات والله يا كابتن فضل. والصراحه الخبر بالنسبه لنا كلنا في الوسط وبالنسبه للجماهير كان حاجه جميله، وكنت لسه بتكلم ان ده النموذج الاوروبي اللي بيحدث فيه كل الانديه العالميه، ان كابتن محمد فضل الان مدير للتعاقد قريب من دماغ اللعيبه، الان قريب من اللعيبه، عارف اللعيب دلوقتي بيفكر في ايه. فعايزك تكلمني كده عن هذا الامر بالنسبه للكابتن محمد فضل. لا يعني دايما ان شاء الله باذن الله الاهم ان الواحد داخل منظومه محترمه جدا، دايما يعني اتمنى باذن الله اكون اضافه قويه. الواحد هيتعب ويعمل الاسباب كلها، ان انت في نفس الوقت انت مطالب انك انت يبقى نادي الاهلي على طول متعودين ان هو يبقى بطولات ومبادئ في نفس الوقت. عاوزين نقدم الشكل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، وهو زي ما بقول لك البطولات ومبادئ. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقى فتره خير علينا يا رب، وان شاء الله الواحد يبقى فيه توفيق توفيق. مش موضوع علاقه دماغ ولا اي حاجه، انا بقول لك انت بتشتغل مع منظومه محترفه جدا، بتتعلم وبتقدر تضيف تعليمك، فباذن الله ان شاء الله زي ما بقول لك يا رب الواحد يكون يتمنى يكون اضافه. وطبعا في حاجات ما ينفعش يبقى فيها كلام في الاعلام. النهارده بس انا بتكلم عشان يعني الواحد فخور ان هو دلوقتي دخل في المنظومه اللي هو بينتمي ليها وهو صغير، وان شاء الله زي ما بقول لك كده الفتره الجايه تبقى خير علينا وعلى جماهير الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن فضل انت هتجتمع بقى طبعا مهندس اتفاقات الكبير بقى كابتن عادل القيعي، واكيد هيبقى فيه العديد من الامور التنسيقيه. اتكلمنا على هذا الاجتماع، واكيد علاقتك بالبشمهندس عادل القيعي دايما الناس كلها بتتعلم منه. طبعا علاقه محترمه، طبعا دايما لما تيجي تقول على طول مرتبط بالتعاقدات على طول كابتن عادل، يعني دايما مش كنادي اهلي عموما في مصر عموما، اول ما تقول كلمه تعاقدات على طول في اذهان الناس يبقى كابتن عادل القيعي. تاريخ كبير، الواحد يتشرف ان هو يبقى في مكان يتعلم منه طبعا. وزي ما انا بقول لك الواحد مش هيتعلم بس، يعني الواحد هيتعلم وهيحاول يتعب ويجتهد، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك في الاخر يبقى النتيجه قويه لينا كنادي وكجماهير، وهو ده المطلوب. دايما انت مطالب زي ما قلت لحضرتك بطولات زائد مبادئ، فحاجه احنا تعودنا عليها وان شاء الله باذن الله نقدر نحافظ عليها، ولو نقدر نزود كمان هنزود باذن الله. باذن الله، ودايما كده يعني احنا مستنيين منك بقى الصفقات على العرش الثقيل بقى يعني برضو كابتن. على فكره انا عاوز اقول لك حاجه في النقطه دي بس عشان يعني مش موضوع صفقات والله، خلي بالك يعني هي يعني انا يعني مش يعني ما كنتش اتمنى ان انا اتكلم في النقطه دي، بس المفهوم دلوقتي في العالم اتغير تماما. هي مش موضوع انك تجري تجيب صفقه، هي اهم حاجه ان انت تجيب حاجه تكون محتاجها. ايوه حاجة كويسه، ما بندخلش في منافسه مع حد، ما فيش صراعات مع حد، اهم حاجه اختيارات واحتياجات الفريق. اسف ان انا بقول الكلام ده طبعا، يعني هيتغير بعد كده وهيبقى تصريحاتي قليله جدا ومش هطلع، ولكن زي ما بقول لك الموضوع العلم اختلف تماما، الاحتياجات اختلفت. نتمنى ان الجماهير تتفهم ان شاء الله الفتره الجايه ندخل في صراعات. احنا مش داخلين في صراعات مع حد، احنا اهم حاجه عندنا هدفنا هو حاجه واحده بس، هي يبقى مصلحه النادي الاهلي اقوى احتياجاتنا، ونقدر ان احنا دايما زي ما قلت حضرتك مبادئ زائد بطولات. ودول ولاد النادي الاهلي يا كابتن، وانا كنت لسه قبل ما حضرتك يعني تخش معايا في المداخله واتشرف بحضرتك ان كنت بتحدث على هذا الامر،
ان الامور دلوقتي كره القدم اصبحت علم، اصبحت نو هاو، اصبحت ان انا محتاج ايه عشان اصل الى هذا الهدف. وحضرتك يعني سبحان الله بتخش، يمكن ما سمعتنيش وانا بتحدث على هذا الامر وبتقول نفس الكلام، فما شاء الله اختيار صائب من مجلس اداره النادي الاهلي، وبتمنى لحضرتك التوفيق في الفتره المقبله. ميرسي، وزي ما قلت لحضرتك كل سنه وحضرتك بخير، والساده المشاهدين ويا رب ان شاء الله اتمنى ان ربنا يكون موفقني، وبشكر مجلس الاداره ولجنه الكوره، ان شاء الله باذن الله الجاي يبقى اقوى واحسن باذن الله وتبقوا تيم ورك كده عالمي انت والكابتن حسام غالي، ومعاك برضو الكابتن عادل القيعي، منظومه كبيره جدا والجهاز الفني الجديد باذن الله. نروح لخبر اخر برضو كان مهم بالنسبه